السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب، أخباركم؟ كل عام وأنتم بخير. النهاردة إن شاء الله نختم المنهج بتاعنا شابتر 4. شابتر 4 بيتكلم عن حاجة اسمها التنمر السيبراني أو البلطجة السيبرانية، اللي هي مشاكل الإنترنت بمعنى أصح يعني. خلاص، سايبر بولين. طيب، أول حاجة بنتكلم، أنا طبعا ترجمت لكم بعض المصطلحات المهمة. يعني كلمة سايبر بولينج، سايبر بولينج is a deliberate aggressive behavior from one person to another through electronic method modes of communication. electronic modes of communication. البلطجة السيبرانية أو التنمر السيبراني هي سلوك عدواني متعمد من شخص لآخر من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية. تمام. أول حاجة ناخدها the forms of cyberbullying، اللي هي الأشكال للبلطجة السيبرانية. عندي يعني هو جايب لي هنا 6 أشكال: مضايقة، الإزعاج، مشاكل مالية، التخويف، التهديد، الابتزاز، harassment، annoyance، وهكذا. كل المصطلحات دي احنا بنبقى عارفين ان هي دي أشكال، تمام، من البلطجة السيبرانية اللي هي سايبر بولينج. تمام. طيب بعد كده الكترونيك ميديا او الوسائط الالكترونية، ده التعريف بتاعها. الكترونيك ميديا is a technology used by electronic aggressor and they are various including the following: ايميل، فورمز، انستر مسج، فيسبوك، بلوجر. تمام. هي تقنية يستخدمها المعتدي الالكترونية متعددة. تمام. يعني الأخ اللي هو بيتعدى على الآخرين إلكترونيا بيستخدم بعض الوسائط دي في أسلوبه: البريد الإلكتروني اللي هو الإيميل، المنتديات، الرسائل الفورية اللي هي الانستنت مسج، الفيسبوك، والمدونات، البلوجر. أوكي. طيب، فورمز أوف سايبر بولينج، أشكال البلطجة السيبرانية. طبعا هنا جايب لي كام شكل؟ عندي جايب لي 7 أشكال. أول واحدة اللي عندي عدم الكشف عن هويته، أول واحدة. تمام. هو استخدام الأسماء المستعارة، تمام، لإخفاء هوية المعتدي الإلكتروني للإفلات من العقاب. تمام. ليه اسمها Anonymity. عندي بعد كده المضايقة، Harassment. دي رسالة عدوانية موجهة ضد شخص واحد أو أكثر. عندي بعد كده المطاردة السيبرانية. تمام. It's a form of electronic harassment where the aggressor frequently track and دي عبارة عن إيه؟ شكل من أشكال المضايقة الإلكترونية حيث يتتبع المعتدي ويطارده بشكل متكرر شخص معين، طبعا في جميع وسائل الإعلام الإلكترونية. تمام. فلامينج أو الحالة المشتعلة، يعني كده ده منشور للكلمات المعادية، تمام، والساذجة ضد واحد أو أكثر من خلال وسائل الإعلام والاتصال الإلكتروني. بعد كده عندي الأوتينج، دي اللي نزهة، دي نشر معلومات عن شخص معين أو بشكل أكثر سوءا. نحاول نعرف نحفظ يعني المصطلحات دي ونعرف الفرق بينها. دي ممكن يجي لي كده يعني سؤال فيها تشوز كده، فنبقى مركزين فيها يعني. دي طبعا ادي رقم 5، رقم 6 اللي هو الاستبعاد اكسكلوجن. تمام. وعندي هنا السايبر ثريت اللي هي تهديدات الانترنت، والتعريف بتاعها انا مترجمه لكم هنا. طيب، كيف احمي نفسي؟ هاو تو بروتكت يور سيلف فروم سايبر بولينج، كيف احمي نفسي من البلطجه السيبرانيه او التنمر السيبراني دوت. طبعا عندي هنا 8 حاجات نكون حافظينهم: ان انا ما اعملش مشاركه كلمه سر، dont share your password with anyone، make a password that is difficult to predict، يعني اعمل باسورد بتاعتك من الصعب ان حد يتنبا او يتوقعها، ما تنشرش اي معلومات خاصه بيك، dont publish any private data. تمام. Avoid deleting cyberbullying messages، يعني لما حد يبعت لك رسالة فيها بلطجة سيبرانية أو فيها إيذاء أو فيها أيا كان شيء سلبي، يعني سواء بيعاديك، سواء إن هو بيبعت حاجة
غير أخلاقية عن طريق الرسائل. سيب الرسالة دي، لأن هذه تسمى دليل على المتنمر، دليل على الشخص ده. يعني ما ينفعش تقول مثلا مستر محمد بعت لي إهانة من خلال رسالة على الإيميل، طب فين هي الإهانة؟ هقول أنا حذفتها. إذا أنت حذفت الدليل فما ينفعش تتكلم فيه، تمام؟ طيب نفس الكلام عندي هنا، don't interview anyone you know via the internet، ما تقابلش أي حد تعرفه من خلال الإنترنت. خلاص be careful don't send any electronic message when you are angry، ما تبعتش اي رساله وانت غضبان. مش اي حد مثلا يبعت لك رساله فانت تزعل فترد عليه بزعل، فبالتالي هتغلط وهيجي عليك الغلط، يعني بمعنى اصح، تمام؟ فخليك كده ايه، متريث. خلاص اي حاجه تجاب لك من مشاكل المفروض ان انت بتعرضها على والديك، يعني تشاركهم في الموضوع بمعنى اصح. نفس الكلام لازم اي حاجات احملها من على الانترنت ما اكونش واثق فيها 100% يا اخوانا، لان ممكن يكون فيها فيروس، ممكن يكون فيها بعض الحاجات اللي هي اللي بتساعد على الاختراق. فالمفروض ان يكون في حد بيشرف عليا، خاصه لو انا معرفتي بالانترنت جديده، استعين بالمدرس بتاعي ماي تيتشر، استعين مثلا ماي براذر مثلا، اخويا، اختي، حد اكبر مني في البيت يكون عنده خلفيه اكبر، فهو اللي بيعمل لي داونلود لاي سوفت وير او اي برامج من على الانترنت، لان انا ممكن انزل بعض البرامج اللي هي يكون فيها اصلا ملفات تجسسيه، وبالتالي يكون انا اللي نزلت بايدي مصدر الخطر عندي على جهازي. اوكي، ده ملخص الشابتر 4. شابتر سهل ولذيذ وبسيط، مجموعه تعريفات بنحفظها وخلاص. واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق جميعا، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله باذن الله تعالى. المطلوب منكم الفتره الجايه كل واحد بيسمع الشابتر بيذاكره كويس، بيسمع كويس، بيحل الاسئله اللي عليه. جابتك اي مشكله في اي سؤال اكتب تحت الكومنت، وان شاء الله باذن الله تعالى بنحل الاسئله اللي تجف معاكم باذن الله. لازم انت تذاكر بنفسك، ما ينفعش انا احط لك اجابات الاسئله مباشره، يبقى احنا كده بنحفظ سؤال واجابه، وبالتالي لو السؤال اتغير ما بعرفش اجاوب في الامتحان، ودي مشكله. فلازم نسمع الفيديو عشان نفهم السؤال كويس، ونفهم اي سؤال يجينا باي اسلوب مختلف، فاحنا فاهمين المنهج كده ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام، عجبكم بقى القناه ان شاء الله باذن الله تعالى، عايز كده همتكم تعملوا لايك للفيديوهات، سبسكرايب، اشتركوا في القناة، اعملوا كومنت ولو بكلمة ثانك يو تحت الفيديو اللي انتم بتسمعوه، شارك، اعمل شير، شارك للفيديوهات مع اصدقائك عشان الجميع يستفيد، لعلها تكون صدقة جارية لي ولكم ولكل من نشرها، لان هذا علم، هذا علم، دي فيديوهات علمية يا اخوانا، دي فيديوهات علمية وليست فيديوهات ترفيهية او فيديوهات ليست لها قيمة، ولكن هي فيديوهات علمية، فهي تكون صدقة جارية لمن نشرها بعد مماته. وحتى في محياه انت بتنشر علم، وبالتالي اي حد بيستفيد من وراك انت بتاخد، يعني ربنا بيجزيك عليها طبعا خيرا. واتمنى كل واحد بيسمع الفيديو يدعو لأبي وأمي رحمة الله عليهم جميعا بالمغفرة، وأن يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.